عاطين واحد الدرجه رغم اننا حنا راه ما موافقينش عليه، هو تيخل بالقانون العش خارج النقل المزدوج، ومع ذلك ما تلتزمش بداك التراجي. وكنت مع العدد ديالها قليل، فاش غادي لا والو والو العدد ديالها قليل، راه حنا ما عندنا ما يدار، حنا تنضلوا غير جالسين، راه حنا ماشي زعما عندنا الخدمه وكاين فائض باش يخدم معنا النقل المزدوج. راه حنا هذوك الفايج 3 اللي غيدينا راه غيجوعونا حنا وغيجوعوا ولادنا. دابا داك النقل المزدوج حنا بحال المنطقه عندنا حنا هنايا راه في غنى عليه، ما محتاجاش ليه المنطقه ديالتنا. والسيد العامل سبق لنا مع واحد اللقاء وهو قال لنا هذه الهضره، سمعناها من فمه، قال لك ودير ان النقل المزدوج راه ما خاصوش يخدم المدار الحضاري والبلاصه اللي فيها الطاكسي وفيها الترونسبور، ما خاصوش يدخلها، خاصو يخدم المناطق النائيه، ما خصش حتى هو عندنا بمجموعه ديال التدابير اللي غادي تخلصنا من هذا المشكل اللي هو جوعنا واثر علينا احنا مزيان. ومع ذلك راه من بعد هذه مارس شي 4 شهور ولا 5 شهور ما كاين حتى شي اجراء والو، مازال كنعانيو معاه. على ديك بالنسبه ل... يخليك على المرقه ديال كتقول العدد ديال النقل المزدوج قليل، عندنا الجماعه ديال بنوار جماعه على قد الحال كما كنقولوا كتوفر على 11 طاكسي بنقطه الانطلاقه، 11 طاكسي عندنا 4 ديال النقل المزدوج، 4 اللي كيخدموا معنا في القريه ديال ابي الانوار، ومنهم كاين اللي عنده الخط ديالو بنوار خريبقه الفقرة ما كيمشيش هو الفقرة، عنده مثلا ولاد عزوز ما كيمشيش ولاد عزوز، خدام معنا غير بنوار خريبقه غير بنوار خريبقه. زياده على ذلك بانه عنده 14 بلاصه كيز فيها اكثر من 20 بلاصه، عنده مقاعد ديال البلاستيك كيحطها. علاش ما كاينش المراقبه الدرجه؟ علاش كيبقى شغلهم؟ كنمشيو كنشكيو كنمشيو كنشكيو واش اللي كيجاوبنا؟ ما كاين حتى حاجه، كاين حتى حاجه باش كاين واش اللي كيجاوبنا؟ علاش عندنا بلاتي لا اللي عندنا صوابيق اللي حنا ملي كنضروا، حنا ملي كنضروا كنوقعوا في تصادمات مع دوك الناس ديال النقل المزدوج، حنا اللي تنولوا تنتخاصموا معاهم وتندحسوا معاهم وتنترافيرسوهم وتندخلوا في نزاعات مع بعضياتنا بلا ما تدخل السلطه، ولا كان شي ضغط ولا شي وقفه ولا شي حاجه. مادام كاين العدد تيتجاوزوا العدد اللي هو 15 بلاصه ولا كذا، دونك خص الدار كيقوم بخدمته. لا خرجوا واحد المره ولا جوجات من بعد شي وقفه ولا شي حاجه، من بعد واحد الوقفه تيخرجوا واحد النهار ولا يومين، ومن بعدها من بعدها ما تتكون حتى شي حاجه من بعدها. وشنو هما الاماكن اللي ناشط فيها النقل المزدوج؟ دابا غنعطيك دابا غير غنعطيك دابا بالتفاصيل. دابا كاين عندنا دابا واحد النوع دابا ديال النقل المزدوج اللي عاطين ولاد عزوز المفاسيس حطان خريبقه بونوار عطيني هو تيخدم تيخدموا هما تيخدموا هما حطان خريبقه عطينو ولاد عزوز خريبقه هذا لا من خويا هذا راه لا من تيخدموا تيخدموا لينا هما غير حطان خريبقه في واحد التراجي اللي فيه الطاكسي والطاكسي زعما بكثره وكاين واحد النوع اخر تيخدموا لينا بنوار بنوار خريبقه استاذ المطلوب دابا هو هاد الناس السري هو هاد الناس الناس ديال النقل المزدوج ما داموا داروا في اطار فك العزله على العالم القروي، راه الناس في العالم القروي ما مصايبين المساكن من يهزهم شي خدمه مع اللي عنده احترامه، ما يزحموناش حنايا ما يزحموناش حنا اللي مصايبين ما نخدموا تنضلوا واجبين. استاذ بالنسبه ل انا اعترض على فك العزله في اقليم خريبقه، لان اقليم خريبقه راه الحمد لله المكتب الشريف فوسفات معبد طرق حتى الابواب على عتبات الابواب كاين، وبالنسبه يقول لك النقل المزدوج فك العزله هذه راه اكذوبه. انا كامين ديال القطاع توصلت برساله من الامناء ديال الفقي بن صالح ولاد زمام سوق السبت سيدي عيسى، تيبتوا فيها المعاناه ديالهم مع نقط الانطلاقه ديال المفاسيس، لان عندنا 8 طاكسيات و10 ديال الفاسيس ما خدامينش في خريبقه، وعندنا 10 ديال ولاد عزوز ما خدامينش في ولاد عزوز، وعندنا 10 عندنا 10 ديال الفقره ولا 8 ما خدامينش في هذا المنطقه. حنا دابا اللي تلتمسوا من السيد العامل كسلطه محليه واعلى سلطه في الاقليم انه هذوك نقاط الانطلاقه يسترجعوا المناطق، لو كانوا هذوك النقاط الانطلاقه معب الى الاماكن ديالهم ما يعطيوناش النقل المزدوج، لان هذيك من الفاسيس هزا واحد كرا في الدار البيضاء خدام بها في الدار البيضاء لداخل ديال ولاد عزوز خدامين بها في الدار البيضاء لداخل ديال ولاد عزوز خدامين بهم في السبت ديال ولاد النمه وفي الخلفيه وفي خيب بن صالح. والنقطة التي أفاضت الكأس هو أنه هذا النقل المزدوج أعطاه الموظف المكتب الشريف فوسفات، هذه راها وصمة عار. كيفاش عطاو واحد خدام في الوصيفي من الناس اللي التحقوا مؤخرا للادماج اللي دار لهم الادماج وتعطاته رخصه ديال النقل المزدوج؟ يعني هذا راه يندير له جميل عنده رخصه ديال المتقاعد المكتب الشريف يعني كاين خروقات من الفوق من التحت. قول لنا هذه الخروقات فاش؟ مثال اللي قال السيد الامين دابا فهمتيني، خروقات بالنسبه للناس اللي تيستافدوا من هذا الرخص، الناس اللي تيستافدوا من هذا الرخص يعني لا علاقه لهم بالمهنه، فين تيجي لها الخرق هنا؟
بالنسبه لانه هو موظف تيستافد من الرخصه. شنو خرقتي خروقات؟ شنو خروقات؟ لا يعقل هذا السيد اللي استافد من هذه الرخصه بالخروقات ما يستحقهاش، فهمتي؟ قلتي موظف ما عطيناش يخرق خروق. نورمالمون الناس اللي استافدوا من الرخص يكونوا يستحقوهم على الاقل، شنو على الاقل بعدا كاين مهني. هذاك التراجي مثلا، هذا التراجي اللي عطاو لهذا النقل المزدوج، هذا التراجي اللي عطاو راه في حد ذاته راه خرق قانون. واش هذاك خارج المناطق النائيه تيولي خدام معنا حنا في خريبكه؟ واش خريبكه منطقه نائيه؟ واش حطانو بنوار منطقه نائيه؟ خاصو يخدم هذاك التراجي، هذاك التراجي بهذاك الشكل ما خاصوش يكون. بغيت نعطيك مثال. هذاك السيد خاصو يخدم. خلينا نكمل معاه الهضره اخويا نده. هذاك التراجي اصلا ما خاصوش يكون عنده. انت الاعلامي ديال حطان؟ لا انا من مكتب من مكتب الامانه ديال خريبكه حميد حيسيس. هذاك النقل المزدوج مادام دار المناطق النائيه راه تنعتبر ان خريبكه ماشي منطقه نائيه، وحطانو بنوار ماشي منطقه نائيه. بالنسبه للنقل المزدوج انا كامين ديال حطان عطيني مراك الناس كريم خويا نداه محمد امين حطان. محمد تفضل. امين طاكسي ديال حطان. بالنسبه للنقل المزدوج عطينو ولاد عزوز خريبكه عبر حطان بولانوار والفاسيس. هاك السيد ما تيديرش ولاد عزوز ما تيديرش الفاسيس، تيدير غير خريبكه. دابا ما محتارمش لا لين ديالو، محتار جالين. دونك كاشي ملي خرجنا حنا قلنا دابا الدور ديال الدارك. علاش شنو الدور ديال الدارك؟ قال لك سيدي عندنا واحد الخصاص. قال لك حنا عندنا واحد الخصاص، حنا غير اربعه جوندارم في لابريكاد، ما يمكنش حنا غادي نمشيو ونبقاو حاضينو. نعم. واش غادي يدير التراجي ديالو ولا ما يمكن سيرو ديرو مع اللي بغيتو؟ ملي حبسناه جاو قدروني داروا لينا محضر معاه وتقدمنا للمحكمه 1000 درهم الواحد. تنتوما حنا خمسه د الناس وما خلص هو ما خلص ما والو. علاش علاش نتوما خلصتوا؟ قال لك سيدي عرقله حريه العمل. يعني اذا هو في لانين ديالو، يعني لا ماشي في لانين ديالو، ولكن كي غادي نتفتحوا حنايا بانه راه ما ديرش لانين ديالو. قال لك خاصنا نعرفوا كيفاش تفتحوا لينا كيفاش بان بالنسبه للانين كاين واحد. شوف كاينه خريطه باش نوضح لك، كاينه خريطه كاين فيها بوان ديبار بوان داريفي. فهمتي؟ كاينه ما يمكنش يخرج ضابط ديال الدرك وغادي غادي 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 يدير المخالفه لك انت، هو غادي هذه امبوسيبل. قال لك كاين واحد خط، انا شايفه بعيني هذا. كاين فان ديبار مثلا بولانوار، لو كان خصنا نوضحوا ثاني ما نعطيوش تغليط الراي العام. لا ماشي تغليط، خصنا نعطيوا ثاني الحوايج اللي. ولكن دابا وقع واحد اللبس بينك وبين اختي. دابا بغيتي توصل الكلام ديالنا الاخ. لا اسمح لي الله يجزيك. لا ولكن يكون معقول، يكون قانوني. انت عطاك الله عز وجل على الاقل ما غاتسمع لي، غادي تعرف كلامي واش معقول ولا لا. كاين الملموس. لا الملموس اشري. اسمح لي الشيخ، حنايا ضرناها بالملموس. حنا هذاك السيد حنا كونسيب ما نهضروش معاه، حنا وما نوقفوش معاه وما ندخلوش معاه في مشادات كاع، لان داك السيد معطي واحد التراجي. نعم. سوا خدم ديالو ما خدمش فيه، خاصنا ندوي حنا مع الناس ديال السلطات هما اللي غادي يطبقوا عليه القانون. دابا غير هذاك التراجي حنا اللي تعطاه راه هو خرق في حد ذاته. راه داك السيد ما خاصهاش تعطاه اصلا خريبكه وحطان، ما خاصهاش يكون عنده في التراجي. هذا موضوع اخر. ما خاصهاش يكون عنده اصلا في التراجي ديالو. هذا موضوع اخر. حطان وخريبكه ماشي منطقه نائيه. ماشي منطقه نائيه راه خويا. الطاكسيات راه كاينين بالفايس. ماشي منطقه نصيبين ما يديروا. اوموا بعدا اللي عطاو غادي يعطيو فاسيس ولاد. شكرا. هذا هو المطلب اللي تنطالبوا به الاخ. النقل السري دار الخبر. النقل السري وي دار فينا حاله. هذه نقطه سوداء وي. النقل السري دار فينا حاله. اعطيني فين تيكون؟ المحطه. واحد في المحطه. ماشي من المحطه. واحد في المحطه. عندنا شي ارقام دابا طاكسيات. عندنا الماتريكيلات ولكن ما السيارات اللي خدامه دابا. عندنا الماتريكيلات. وشكون اللي متواطع في هذه الوضعيه ديال النقل السري؟ كلشي عنده، كلشي تيتحمل المسؤوليه ديالو. الدراك ولا الامن. شنو من الاوقات ولا فين منين تينطلق؟ في الليل في الليل وفي النهار. من ورا 6 ديال العشيه. من ورا 6 منين تيبداو؟ من ورا 6 تيبداو من المحطه. المحطه بالضبط. من المحطه الطرقيه. اسمح لي الاخ. من المحطه الطرقيه. متعاونين معاه. من المحطه الطرقيه في اتجاه هاد القرى المنجميه اللي تتحيط بخريبكه. هاد المنطقه كامله. وعندنا نهار الحد في العشيه والاثنين في الصباح. الحد في العشيه. نعم. الحد في العشيه والاثنين في الصباح تيكون فائض ديال الركاب في اتجاه الدار البيضاء. تيجيو هذوك الناس الخطافين اللي عندهم طوموبيلات سيفيل تيركبوا عليهم ديالهم، تيهزوا لنا البلايصه ديال الدار البيضاء. وشكون اللي تيتواطئ معاهم تيخرجهم من البلايص؟ دوك الناس المنظمين اللي خدامين في المحطه ديال الكيران، اللي من المفروض انهم يقطعوا الاوراق الناس باش يركبون في الكيران، ملي ما تيكونش عندهم الكار هما اللي تيخرجوا البلايص لهذ الخطافه. نعم. تيخرجوا من خارج المحطه. في هذا الاتجاه. عيالنا شكايات ما خلينا ما درنا. تيديروا لنا خاطرنا نهار واحد ولا يومين وصافي. دازك كتكون واحد القضيه دابا، كتكون عندك نوبه كتعمر ياك. دابا دائما في النقل السري. النقل السري علاش تنهضر لك؟ كي تهضر الطاكسيات مثلا واقفين تيعمروا ياك، كيجي واحد خطاف من اللور ملي كيدور لك الزنقه ملي كيشوفوا الناس الركاب كيعرفوه. حتى في المثل معطل خاصك جوج بلايص ولا شنو، ما كيصبروش. اش كيديروا؟ كيتسلتوا كيمشي يمشي العدو كيمشي معاه. كيفاش يمكن نضبطوا هذه الحاله هذه؟ كنضبطوا راه خاص رجال الامن والسلطه هي اللي خاصها. على ديك النقاش السري عندنا الشرطه ديال المحطه تقوم بخدمتها ياك. عندنا السيارات 240 كيشدها مولاها كيصبغها بالبيض، تشوف حتى على انها سيارات اجره، وكيتغاط وسط المحطه ديال الطاكسيات، والسلطات كتشوف وعارفاهم وكتحمل مسؤوليه كلامي. البوليسي كيشوف فيه راه كيعمر من المحطه، وكيتعلم السياره 240 بيضاء بدون رخصه.
وخدامه كيخلص لا قوانين لا ضرائب لا لاسيرونس لا كريمه لا والو، وكاين فيها ست المقاعد، ست المقاعد لاسيرونس ما عندوش فيها ست، وكيعمر من المحطه وهالست البلايص على اساس انه طاكسي، وكيدير انطلاقه من المحطه. لا فين تيمشي؟ كيدير انطلاقه البلوار، كيدير الحطار، كيدير بني خلف، كان واحد اخر كيخدمهم. قلتي من خريبكا تيمشي بالسته؟ من انطلاقه من المحطه، اي كيخرج من وسط المحطه، من وسط المدينه، من وسط المدينه عنده ستة المقاعد. وكيدخل الطرق، مراقبه الطرق ما كايناش. لا ما كاينش مراقبه. انا غادي بسته من المحطه. خدي اللي ديتي، خدي اللي ديتي ما كيهضر معاك شي واحد. شوف خويا واحد المشكل، واخا غنبعدوا على الموضوع واحد شويه. قلنا لي راه قلنا لي واخا غنبعدوا على الموضوع واحد شويه. تنعاني في الطريق ديال الدار البيضاء قريب ديال البرشيد قريب من ناحيه اشكون؟ طريق مكرفصه بزاف، مكرفصه طريق حنانه مكرفصه، ولي لازم نبعدوا كاع على الفياجات ديال الدار البيضاء على ما نشوفش بحال حاجه بحال كارو هذاك. تنطلبوا من الناس مسؤولين كاع. خويا شكرا، فواركم ان بريس بانكوم جريده الخبر الجماعي الله يعاونكم.